إذن على بركة الله وكعادتنا نستأنف حصتنا الليلية التي تمتد إلى صباح يوم غد الأربعاء بإذن الله، ونبتدئ معكم بجولة ليلية من الشاطئ الساحلي عين دياب. نشوفوا الأجواء هنا بالشاطئ الساحلي عين دياب مباشرة على قناة شوف تي في، قناة القرب، قناة الشعب، قناة الناس اللي خدامين بالليل وخصهم اللي ونسهم. احنا معاكم، احنا فايقين معاكم وكعادتنا، كعادة قناة شوف تي في برفقتكم كريم العلوي. الشاطئ الساحلي عين دياب كتوقع بعد المشاجرات من حين لآخر بين سائقين السيارات. عادة وحد الاكتظاظ في الأيام العادية في مثل هذه الأوقات، لكن كيف كتابعوا معنا في الأثناء. وبحكم المذكرة الوزارية اللي كتجبر كل جميع أصحاب المقاهي والحانات والملاهي الليلية عدم تجاوز منتصف الليل، يعني الإغلاق يكون عند الساعة 00 منتصف الليل.
إلى هنا نأتي على نهاية هذا المباشر، تفاصيل هذه الواقعة نخبركم بها بعد قليل. إذن بالنسبة للناس اللي كيتابعوا هذا المباشر، وكنشكركم أصلا على المتابعة الطيبة ديالكم لقناتنا، قناة شوف تي في، قناة الشعب، قناة القرب. هي مجرد حادثة سير تطورت إلى نزاع بين امرأتين، امرأة وامرأة، داروا كسيدة مع بعضياتهم، كل وحدة كتسوق السيارة ديالها. تطورت الحادثة سير من حادثة بسيطة إلى نزاع، والناس ديال الامن غدخلوا على الفور، والناس ديال حوادث السير راه وصلوا، والامور جد جد عاديه. هذا كل ما يتعلق بهذا التجمع ديال الناس اللي كتشوفوا هنايا، لا شيء غير انه حادثه سير بسيطه. جوج ديال النساء خارجين من واحد المركز تجاري كتعرفوه بلا ما نذكروا الاسم ديالو، خارجين من داك المركز التجاري اللي كيبيع المواد الغذائيه. تطور النزاع الى تطور الحادثه من حادثه سير بسيطه الى نزاع شخصي بين جوج ديال النساء على الفور. تدخلوا رجال الشرطه وحضرت العناصر ديال حوادث السير، والامور جد عاديه. وبقوا معنا باش نتابعوا هذه الجوله الليليه بمنطقة عين دياب، وبالطبع بالشاطئ الساحلي.
اللي كل الناس كيبغيو يشوفوا هاد الاجواء بالليل. وهاد الجوله كنهديوها لكل المتابعين الكرام ديال قناه شوف تي في داخل ارض الوطن وخارجه. نستمر في جولتنا الليلية بالشاطئ الساحلي عين دياب. هذه هي الأجواء كيف تشوفوا. عادة في نهاية الأسبوع يكون هذا الممر الطرقي وهذا المقطع الطرقي ديال من ابتداء من مسجد حسن الثاني حتى مورو كومول يكون ممتلئا اخره كيف كتشوفوا. في هذا الاثناء الشارع خالي من السيارات نظرا لان الناس غدا مقبلين على العمل، لكن احنا كنوبوا على دوك الناس اللي كيبغيو يديروا جوله بالشاطئ الساحلي عين دياب باش يشوفوا الاجواء هنا كيفاش داير. نتمنوا انكم تكونوا من المعجبين بهذه الجوله اللي احنا اصلا ولينا كنديروها يوميا نزولا عند طلب العديد من المشاهدين والمشاهدات الكرام. مجدولين مير، مجدولين مير قلت لك ورينا البحر. شنو نقول لك اختي، غادي نوريك البحر يلا ماشي مشكل. نزولا عند طلب هاد المشاهدة الكريمة غادي نوريك البحر، ولكن بقي معايا شي شوية حتى نكون راجع، لأن هنا ممنوع أنني نوقف. غادي نشوف شي بلاصة اللي نقدر أنني نجبد الكاميرا، نخرج الكاميرا من السيارة ونوريكم البحر. أنا مني كنشوف شي طلب ديال ورينا البحر كنحسب ماشي غير مشاهدة وحدة، ولا كنحسب الاعداد ديال المشاهدين انهم كلهم بغاو يشوفوا البحر، وما نقدروش حنا نرفضوا ولو طلب واحد ديال اي مشاهد او مشاهده. غادي نحاول ما امكن اني نشوف البلاصه اللي نقدر نوقف فيها ونوريكم البحر. مرحبا.
تشوفوا بعد واحد شويه ديال الضبابه اللي تغطيه هنا في هذا الشاطئ الساحلي. تعرف ديال الشاطئ الساحلي عين ديال كيف كتشوفوا معنا. جهدنا كنحاولوا ما امكن اننا نقربوا من البحر. هذا هو البحر. السلام عليكم. السلام. الله يحفظك. صح امشي امشي. كتشوفوا هذا هو البحر. بعد الأثناء من يمكن شيبان احنا خدمنا كاع كل الإضاءة ديال السيارة. كيف كتابعوا معنا حاولنا ما امكن اننا نقتربوا من المياه باش تشوفوا باش المشاهدين الكرام ديالنا يشوفوا المياه. لكن واخا الاضاءه ما استطعناش ربما نديروا شي محاوله اخرى. Thank you.
كيف تابعتوا معنا أعزائنا المشاهدين، هذه هي الأجواء بالشاطئ الساحلي عين دياب. بالنسبة للناس اللي كيتابعونا ما غاديش نهولوا الامر، ولكن كيبانوا لنا حسب ما وقف قبل ما نوقفوا بانوا لنا واحد جوج ديال البنات، جوج ديال الشابات في مقتبل العمر، كيبلغوا من العمر حوالي 20 سنه، بحال الا هربانين او من بعد كانوا مطاردين من طرف واحد الاشخاص من علامتنا واحد السياره كتشوفوها قدامنا. من بعد نزلوا هذوك الاشخاص وسوقفوهم ودارت السياره اللي باقي فيها السائق ديالها وراهم مازال مسوقفينهم. حنا هنا باش الا كانت قدر الله كانت شي عمليه ديال اختطاف ولا ديال شي حاجه، راه باش يكون هذاك الشيء دايز مباشر على قناه شوف تي في، يعني حمايه لهذوك جوج بنات كانوا كيديروا شارع ولا كانوا ضاعوا شغلهم هذاك. انما حنا اللي بان بانهم كانوا هربانين وجوج ديال الاشخاص مطاردينهم ووقفوهم والسياره راه حتى هي واقفه، ما عرفناش شنو كاين. نتمنوا انه يكون خير، ما يكونش شي حاجه. اكيد ان الا كانت شي حاجه غادي الامن غادي يتدخل على عجل، لان هذه المنطقه كلها مراقبه بالكاميرات.
إذا كتبين بأن الأمور عادية. وسنتمم جولتنا الليلية دائما بالشاطئ الساحلي عين دياب، خصوصا وأن الناس ديال الأمن هما دازوا هنا، وكانت شي حاجة اللي غير عادية أكيد كانوا غادي يدخلوا. على نهاية هذا المباشر، ينتظرنا في مباشر آخر بعد قليل. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.